أخيرا كونامي تعلن في حسابها إنستغرام عن باكج نجوم الأسبوع الذي سوف يكون حاضر معنا غدا الخميس إن شاء الله. إضافة إلى ذلك أعلنت كذلك عن باكج دوري أبطال أوروبا الجديد الذي سوف يكون حاضر معنا غدا إن شاء الله. يعني غدا الخميس سوف تكون حاضر معنا باكجات أسطورية ونسخ بوستر أسطورية. لذلك أتمنى منك الإشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. والله يا أخي الكريم أتعب وأتعب كثيرا في مقاطعي، ولذلك أخي الكريم شجعني فقط بالاشتراك معي واضغط على زر لايك للمزيد من المقاطع إن شاء الله مستقبلا. أما الآن يا أخي الكريم سوف نقسم يعني هذه الباكجات إلى مقطعين. في هذا المقطع سوف أشارككم باكج نجوم الأسبوع الجديد، وسوف أترك لكم مقطع جديد بعد قليل عن باكج دوري أبطال أوروبا إن شاء الله. لذلك شاهد المقطع من أوله إلى آخره. بالنسبة لأول لاعب تألق هذا الأسبوع وهو الأسطورة إيكاردي في مركز سي إف بلفل 96 أو 97 داخل التشكيلة إن شاء الله. ثم اللاعب التالي الذي تألق هذا الأسبوع هو فينيسيوس جينيور في مركز سي إف بلفل 99 وتكون نسخته عادية يا أخي الكريم. أما بالنسبة للاعب التالي هو هيرنانديز في مركز الإل بي بلفل 98 داخل التشكيلة. أما بانتقالنا إلى اللاعب التالي وكيليان مبابي في مركز سي إف بعد تسجيله لهاتريك أخي الكريم، أتوقع أن تكون نسخته حاضرة معنا في باكج نجوم الأسبوع بلفل 100 داخل التشكيلة إن شاء الله. أما بالنسبة للاعب التالي هو جمال موسيالا في مركز أي إم إف بلفل 100 وتكون نسخته بوستر أسطورية إن شاء الله. ثم نجم هذا الباكج ليس موسيالا وليس كيليان مبابي بل روبرت ليفاندوسكي في مركز سي إف بلفل 101 داخل التشكيلة وتكون نسخته بوستر أسطورية إن شاء الله. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، أتمنى منكم يا إخواني الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.